الزامبيا حكيمية قدر حكيمية قدر. على مرمى ياسين البوم صفيان مرابط يمشي كورة لناي فاكرد أكرد مرة أخرى نقل ناحية أشرف من المحسومة تماما كان بإمكان أن يسجل هدف ثاني كرة وصلت على جهة يوسف فلا نترك المجال لزامبيا لتتجرأ عليه من الكرة ولازم عدم تركهم للتسديد من خارج منطقة الجزاء لأن لديهم أسماء جميع الأبناء سايباني إذا شايفوا لهم جدا جميع كان يطالب بهذا اللعب في القدم ترى على مستوى أن الأحمال لكن لا يشارك باستمرار الوصول مع فريق ماليزيا اليوم إلى إليك أمين الأخضر النوالي من منطقة المشجعين في الدار البيضاء شكرا المميزة في تشكيلة المنتخب الزامبي وصلت الكرة على الجهة اليسرى